الحياه كبرت وغير نقلب على شي صالون من هنا ما نعرفش نلقى ولا ما نلقاوش. الله نلقاو شي صالون من هنا. خويا السلام عليكم. السلام عليكم. نسولك حبيبي. صح. ممكن نلقى هنايا شي صالون ديال لاكوافير؟ اوه خويا مرحبا، شوف غتمشي ديريك هضر على يدك اليسرى تلقى واحد البار زرق هذاك هو الكوافير. الله يرحم والديك. الله يرحم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدام اخويا. مرحبا، تفضل شرح بالخاطر. تفضل. الله يرحم والديك. تفضل مرحبا. بغيت غسيل اللحية الله يعطيك الخير. ديري الشطاسة الجديدة. حسن لي وخليني نمشي بصح حاجة وحدة، والله إلا راك غالط. كرنا كاع عايشين في سالة. مازال أخويا؟ مالك ما تقلقش. يا ما تقلقش عليا أخويا. ماشي عليك أخويا، هاد القناة نمشي. صراحة صرت من صرت أنا سيد خليته لا ما كنت مشطط أخويا كان مالك تجلس تما أخويا وهضر معاه خليني كون خليت نمشي بحالتك ولا ما قصدت قالت في الفكره ديالك وقلت لي لا. شنو كتخدم؟ انت قلت لي الاله ماشي موجود. حقا ماشي موجود. وانا دابا نقدر نقول لك بلي حتى الحلاق ماشي موجود. كيفاش؟ لا اجيتو معايا هذا الحال. كون كان الحلاق موجود ما يكونش بحال هاد الناس في الحاله. هما ما كيجيوش عندك. ايوا حتى انت ما كتمشيش عند الله سبحانه وتعالى. كون راك تمشي عند الله وكتقرا القران وكتبحث الاحاديث الدينيه وكذا تعرف بلي القرن 14 هذه 1400 سنة القرآن جا وقال واحد الكلمة واحد الآية باللي الجنين كيتخلق باللي كيتخلق نطفة ومن بعد علاقة ومن بعد 1430 سنة ولا عاد علميا تبقى العلماء باللي هذيك الآية صحيحة وكنت أنت كتبحث ما تقولش هذيك القضية ديال المسلمين كيدابزوا بيناتهم ولكن أنت حيت أنت بعيد على الله ما كتبحثش ما كتعرفش كتقول هذا الكلام اللي راه من الإلحاد هذاك الشيء كتقول أنت راه الإلحاد كتقول أن الله ماشي موجود أنا حاجة واحدة نقول لك سير عند الله قرب من عند الله قرا شويه القران بحث وغادي نولي عندك الشهر الجاي ولا الشهر اللي موراه وغادي تلقى الفكره ديالك ملي تبدل في هادشي. السلام عليكم. السلام. كيفك دايره مزيان؟ لا لاباس عليك. لا عقلتني بعدا. شكون اللي نساك اسي؟ مرحبا جبت لك اخويا واحد الهديه نتمنى ان شاء الله تقبلها معايا. هديه. القران الكريم اعظم كتاب موجود في الدنيا والتاريخ.
نتمنى ان شاء الله ربي يهديك على الطريق. شوف غير ما تقولش لا، شوف هذا الكتاب راه الا ما حداكش الخير راه ما غاديش يهديك، غير خذو مني توضى وقراه وان شاء الله يكون الخير. تفضل تفضل ما تخافش. يلاه خويا ربي يهديك وتهلا في راسك، الله يعاونك، نشوفك شي ساعه الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لاباس بخير اخويا؟ اخويا غادي نصلي المغرب ان شاء الله، عاد نحيد تما المغرب. الله اكبر الله اكبر، فرحتنا اخويا. الله يحفظك اخويا. هاني عندك، هاني عندك، مرحبا بك اخويا. الدليل الحري مرحبا بك اخويا. انت هو السبب. نعم فرحتني والله. ان شاء الله القران الكريم هو اللي جعلنا نكون من هذا. الحمد لله. الله يحفظك. هو ملتقى المغرب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله ما نغيب. شكرا. مرحبا. الله يحفظك اخويا. السلام عليكم. الله أكبر كبير. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن